من كم يوم ابني فات بغيبوبة وهو بالمستشفى هلأ. بتعرفي نحنا منملك السلطة وثروتنا كبيرة، في عنا كل شيء، مع هيك نحنا مو قادرين نعمل شيء. شوفي أنا رح أحكي مع زوجي وبدي خلي اليوم يطالع زوجك وصهرك من الحبس، وأي شيء بدك إياه شو ما بتطلبي رح يصير فورا. إذا بتريدي أنا ما بدي شيء. يمكن هلأ أنت عم تحسي بوجع غيرك لأنك دقتي نفس القهر اللي عشته. سامحي ابني، إذا عن جد سامحتي من قلبك يمكن تنقذي حياته. نواب كل شي تمام؟ شو؟ عن جد؟ شفت أنا ما قلت لها كان لازم نروح لعنده. يلا أنا على الطريق جاية فورا. الشخص اللي هو صالي وينه هلأ؟ هلأ بصراحة أبوك حبس العيلة كلياتها، اتركهم بابا. الشرطة افتحي الباب. الحقيني لك، شو صار لك عم تركدي؟ هنن عالباب، هنن واقفين عالباب تحت. مين في عالباب؟ الشرطة تحت عند الباب. شو قلتي؟ انتو كم واحد عايشين بالبيت؟ بس أنا وزوجي نعمان. وينو السيد نعمان؟ راح على كراتشي. كراتشي؟ مشان شو راح لهنيك؟ هلأ ما بعرف بالضبط، بس راح مشان يشوف رفيقه. انت ما رجع بتقولي له يروح على مخفر الشرطة ويحكي معي؟ أهلين يا بنتي. بابا طمني، انت رجعت على البيت؟ ايه بنتي انا رجعت على البيت، وعيلة شمشير سحبوا الدعوة يلي كانوا رافعينها ضدنا، واحسان وريحان كمان رجعوا على البيت. بابا انا ما بدي ضل هون، انا بدي ارجع على البيت باسرع وقت. بابا انا كتير اشتقت لكم. ايه بنتي نحن رح نجي ناخدك، وأمه لشامشير إجت لهون ووعدتنا إنه شامشير ما بقى رح يقرب علينا.
محطة ريلوي قريبة، بدها شي 5 أو 7 دقائق يعني. طيب خدني لهنيك. شامشير انت شو عم تقول؟ طيارتك بعد كم ساعة؟ قلت لك خدني لهنيك بسرعة. شامشير والله كنت عم بمزح معك، انا عن جد ما بدي اتنقل بالقطار وما بحب هالشي، عن جد آسف. قلت لك خدني على المحطة ولا تتدخل بهذا الموضوع. لك انت شو عم تقول؟ شو جنيت؟ طيب قل لي لوين بدك تروح؟ ايه يا اخي انا جنيت وما بعرف ليش ولوين بدي روح. روح. بس هيك ابوك رح يقتلني. انت كتير عم تغلط، وهالمرة عم تغلط غلطة كتير كبيرة. عمي صدقني حاولت كتير بس ما رد علي. انا داخلي من تصرفات هذا الولد، هو بيعرف انه حياته بخطر هلأ، ما رد عليك؟ ما عم يرد ابدا. طيب بأي قطار طلع؟ روال بندي. احتمال يكون نزل بروال بندي، واحتمال يكون راح لغير محل. كان خير حضرة الضابط؟ ايه كل خير. انت اللي امورك تمام؟ ايه سيدي كله تمام. شو القصة؟ بس هيك جولة لحتى نضل مراقبين المجرمين. إذا بدك تطلع برا المدينة يا ريت تخبر الشرطة بالأول. حاضر سيدي أكيد. عن إذنكم.